نحييكم من الشرقية نيوز، معكم دينا القصوص في منشط أحمر. لنبدأ بالعناوين. اجتماع للرئاسات الثلاث في العراق مع رؤساء الكتل السياسية لبحث الأزمة المالية الراهنة واستعدادات الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة. مظاهر الخطف والاغتيالات تعود إلى ديالى مجددة، جثث مجهولة في المقدادية وأطواق أمنية حول قضاء الخالص. سباق عالمي للحصول على لقاح كورونا والعراق لا يمتلك أدنى شروط تخزين اللقاح. في الوقت الذي بدأت دول العالم سباقا للحصول على لقاح لفيروس كورونا، ما يزال العراق عاجزا عن توفير أدنى متطلبات حفظ وتخزين اللقاح. ويتخوف أطباء ومختصون من العراق أن العراق قد يكون من آخر الدول التي قد تستورد اللقاح بسبب غياب شروط التخزين، إضافة إلى غياب التواصل بين وزارة الصحة العراقية والشركات العالمية. نتابع التقرير. Well, it's been such a tough year for so many people, and there's William Shakespeare putting it so simply for everybody that. مشهد يختصر الكثير من الكلام عما واجهه العالم تداعيات مؤلمة لوباء كورونا. لم يتمالك وزير الصحة البريطاني مات هونكوك نفسه خلال الإعلان عن اعتماد بلاده أخيرا لقاحا للفيروس الذي فتك بالأرض ودفع ما يقرب من نصف سكانها إلى الحجر الصحي في ذروة انتشاره. بريطانيا كانت أولى الدول التي اعتمدت لقاح شركتي فايزر بايونتك وبدأت رسميا بتوزيعه على مواطنيها، ليبدأ بعدها سباق عالمي للحصول على اللقاح. وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن هناك سباق بين حكومات مختلف الدول للحصول على اللقاحات المتاحة من شركات الأدوية الغربية، كما تعمل الصين وروسيا لسد تلك الفجوة. في هذا السياق أصبح تطعيم الشعوب بلقاح فيروس كورونا الجديد معركة مصالح بالنسبة لمعظم شعوب دول العالم. ستبقى اللقاحات بعيدة المنال لبضعة أشهر، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تحصل أفقر البلدان على اللقاحات وتطعيم شعوبها بالكامل. وتوصلت أوروبا والولايات المتحدة إلى عشرات العقود الثنائية المنافسة مع مصنعي الأدوية، لكن الإمداد الأولي سيكون محدودا للغاية، ما يعني أنه حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل ستكون الخيارات محدودة للغاية. لكن المشهد في العراق يختلف كثيرا عن تلك الدول. لم تتوصل وزارة الصحة العراقية حتى الآن إلى أي اتفاق مع الشركات العالمية للحصول على اللقاح، ولم تستعد حتى لتهيئة ظروف تخزين ملائمة. يتخوف الكثيرون من أن العراق لا يمتلك أدنى شروط حفظ اللقاح في درجات حرارة متدنية جدا، ورغم أن الحكومة العراقية طلبت من وزارة الصحة التواصل مع شركة فايزر للحصول على اللقاح، إلا أن خبراء يستبعدون أن يتمكن العراق على شرائه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العراق. إذن لمناقشة إمكانية وصول لقاح كورونا إلى العراق سينضم إلينا نقيب الأطباء العراقيين دكتور عبد الأمير محسن، أهلا بك، وأستاذ المناعة في كلية الطب الجامعة العراقية الدكتور أحمد رشدي، أهلا بكما معنا. لنبدأ معك دكتور عبد الأمير، يعني حدثنا عن حقيقة إمكانية وصول لقاح كورونا إلى العراق وسط هذا التفاؤل العالمي، وهل ما يزال العراق عاجز عن توفير تلك الأجواء التي يجب أن يهيئها لاستقبال لقاح كورونا وتخزينه وتوزيعه؟ شكرا جزيلا، مساء الخير، تحية لحضرتك وتحية للزميل دكتور أحمد. بالحقيقة العراق وقع من ضمن 189 دولة مع الـ WHO، مع كوفاكس اللي هي هيئة شكلت من الـ WHO والبنك الدولي واليونيسيف والاتحاد العالمي للقاحات، وهذه تعمل على توزيع اللقاحات على كل دول العالم بما يؤمن نسبة تقريبا 20% اللي هي راح تكون للعاملين في المجال الصحي، كبار السن، ذوي المناعة المحدودة. فهذه مبدئيا هناك هذا الاتفاق مع الكوفاكس. تبقى
مسؤولية وزارة الصحة والحكومة العراقية أنه تتفاوض مع الشركات الأخرى لتأمين ما تبقى من احتياج اللقاحات، وأيضا تأمين ظروف الخزن وتهيئة الاستعدادات الكافية لعملية اللقاحات، ابتداء من التعاقد على شراء اللقاح إلى ظروف التخزين إلى إعداد قوائم بأسماء المستحقين أو الفئات اللي راح ممكن أنه تتلقى. أعتقد هذه لا زال هناك تأخير بها، وممكن ظروف الخزن أيضا تكون عملية واحدة مع التعاقد، بمعنى أنه الشركة اللي راح يتم وياها الاتفاق هي تهيئ ظروف الخزن للقاحات. بس احنا لا يخفى على الجميع هناك تنافس كبير على اللقاحات في من قبل كل دول العالم، وما اعتقد انه راح الشركات تقدر تأمن اللقاحات خلال فترة قريبة. يعني ممكن انه العالم محتاج الى 3.5 مليار جرعة من اللقاحات، اعتقد هذه الكمية هائلة اذا ما عرفنا انه خلال هالعام هذا ممكن انه شركة بايزر 200 جرعة لقاح، او الشركة الاخرى الروسية يمكن 150 مليون، وهذه ارقام حقيقة جدا قليلة لا تفي بالغرض. فممكن انه عملية الحصول على اللقاح تاخذ سنوات، وممكن انه لحد عام 2024. لذلك احنا نقول لازم ما نعول على اللقاح انه باللقاح انه انتهى الفيروس، الفيروس لا زال موجود، ولازم ننتبه انه الالتزام بالإجراءات الوقائية وما نغفل عنها، هو هذا الأساس بالمعالجة، لأنه عملية حصول كل أفراد الشعب على اللقاح بالوقت الوقت قريب أصور شيء بعيد المنال. نعم، سأنتقل بسؤالي لك سيد أحمد. يعني هناك تفاؤل طبي عالميا بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها مع يعني عدة شركات عالمية وطرحها لتلك اللقاحات، ولكن الشيء الذي يقلق اللي نقول الجهات الطبية في العراق هي مدى وصول اللقاح إلى العراق وقدرة العراق التخزينية واللوجستية والصحية والتوزيعية في العراق. ما الذي يقلقكم كأطباء أكثر في العراق؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى أستاذنا الدكتور عبد الأمير. ابتداء أنا أحب يعني أعزي الشعب العراقي والأسرة الطبية والأسرة التعليمية يعني بوفاة البروفيسور صاحب صديق الجيلاني أستاذنا وحبيبنا اللي توفى نتيجة كورونا. يعني أعتقد هو كان من الشخصيات البارزة في مجال الطب في العراق، وخسارته خسارة حقيقية. ولذلك أنا أناشد أستاذنا الدكتور عبد الأمير، يا ريت يعني أن يكون هناك صرح حقيقي للجيش الأبيض الذي استشهد خلال هذه الفترة، وأعتقد هذه المسألة مسألة مهمة جدا. بالنسبة أرجع إلى سؤالك، خليني أعطي فد نبذة بسيطة عن الصندوق لصندوق الشحن لشركة فايزر. هذا الصندوق بخمس صناديق صغيرة، كل صندوق صغير بحوالي 195 فيال، كل فيال بخمس جرعة. هذا لازم يخزن بناقص 70 درجة مئوية. احنا على مود الفيال نطلع من هذا الصندوق ومن الصندوق الصغير يحتاج لنا دقيقة إلى دقيقة ونصف فقط، ثم بعد ذلك نقوم بعملية حلة أو عفوا بعملية أن يكون هناك درجة حرارة الغرفة يبقى حوالي 30 دقيقة حتى يحل، ثم بعد ذلك نحله بسائل هو مخصص لعملية حل هذا اللقاح، ثم بعد ذلك يحتاج يستقر ساعتين، ثم نستطيع فقط خلال ست ساعات نقوم بعملية التلقيح أو بعملية إعطاء اللقاح. هذا الصندوق لي 5000 جرعة، فإذا نحتاج بنى تحتية خاصة للخزن، نحتاج نقل خاص لهذا اللقاح، نحتاج إلى كوادر تدريبية متخصصة حتى خلال ست ساعات نحن نستطيع أن نقدم هذا اللقاح، لقاح فايزر. وهذه نقطة جدا مهمة يجب أن نخليها بالحسبان. هذه مسألة. المسألة الثانية، احنا كنا نعرف أنه هناك أربعة مجاميع حقيقية للقاح كورونا، مجموعة متخصصة بإعطاء الشفرة الجينية، مجموعة بإعطاء فيروس ناقل فيه جينات لفيروس كورونا، مجموعة اللي هي تعطي الفيروس نفس فيروس كورونا لكنه ضعيف، ومجموعة تعطي بروتينات فيروس كورونا. اللي نجح لحد هاي اللحظة المجموعتين هذولا، الأولى مجموعة تعطي شفرة وراثية اللي هي شركتين
شركة فايزر وشركة موديرنا. المجموعة الثانية هي شركة أسترازينيكا وهي أكسفورد، جامعة أكسفورد، واللقاح الروسي. الآن مطبق هو لقاح شركة فايزر. النقطة وين؟ الخلاف وين؟ في على الأقل بين فايزر وموديرنا. هو في ثلاثة مسائل مهمة. أولاً التخزين. فايزر تخزن بناقص 70 درجة مئوية، موديرنا تخزن بناقص 20 درجة مئوية، وممكن يبقى 6 أشهر بناقص 20 درجة مئوية، وممكن بعد ذلك بعد حل اللقاح يبقى بين 2 إلى 8 درجة مئوية حوالي 30 ساعة عفوا، وممكن يبقى بعد ذلك بدرجة حرارة الغرفة 12 ساعة. فهذا الفرق الأول بين فايزر وموديرنا. الفرق الثاني فرق السعر. فايزر $20، موديرنا 25 إلى 37 دولار. الفرق الثالث المهم أيضا هو مسألة تطوير اللقاح. فايزر الآن تطور اللقاح بشكل باودر أكثر من ما هو سائل، بحيث ممكن خزنه في درجات الحرارة العادية. فهذا يعطي انطباع أن العالم يتطور بشكل بحيث يوفر الاحتياجات بأشكال متعددة، لكن مثل ما قال أستاذنا الدكتور عبد الأمير أنه الاحتياج كبير جدا. خلينا لا ننسى أن الشركات يعني طاقتها العليا، طاقتها الإنتاجية كلها مستنفرة. وأيضا هناك نقطة جدا مهمة، يعني initiative of COVAX، يعني عفوا المبادرة COVAX اللي العراق منتمي لها مبادرة ناجحة لأنها مدعومة من قبل هاي الشركات، والأساس بها هو إسناد الحكومات أو إسناد الدول الفقيرة والتي تحتاج إلى إسناد طبي. تبقى 80%، هاي 80% المفروض تخضع للجان موجودة في وزارة الصحة بالتعاون مع لجان من التعليم العالي متخصصة في مسائل تتعلق باللقاحات والمناعة، بشكل يكون القرار قرار صائب وقرار ممكن أن إسناده ماليا وعلميا. نعم، شكرا لهذا التوضيح حول تلك اللقاحات. سنسألك دكتور عبد الأمير، إلى أي حد سيكون للعراق الأولوية في منحها اللقاحات من أي شركة عالمية كانت؟ الأقرب لقدرة العراق التخزينية، هل نعول على وزارة الصحة في تواصلها مع الشركات العالمية أم ما زال الوقت متأخرا للتفاؤل؟ الحقيقة المفروض أكو تواصل من قبل وزارة الصحة، وأنا أعرف أكو لجنة في وزارة الصحة مكلفة بهذا الأمر للتواصل مع الشركات وتحديد الشركات الأقرب إنتاجا والأسهل أنه تستوردها الوزارة والأسهل تخزينا. بس حقيقة الحد الآن ماكو اتفاق، الحد الآن ماكو قرار يعني نهائي بهذا الموضوع. أعتقد بعدها قيد الدراسة، وأعتقد تأخذ وقت طويل. يعني الاعتماد حاليا على 20% اللي هي مع الكوفاكس، تبقى ال 80% أصور هناك تنافس شديد وقوي من قبل معظم دول العالم، وخصوصا الدول الكبرى اللي حزت اللقاحات حاليا مثل الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا واليابان. فأعتقد عملية الحصول تحتاج مضاعفة الجهود للتواصل مع الشركات وحجز المواد، ومتى ما توفرت الأموال ممكن أنه يتوفر التعاقد على اللقاح. تحتاج قرار حقيقة، قرار من وزارة الصحة والحكومة بهالجانب، هذا تحتاج دعم وزارة الصحة. واعتقد ايضا اكو يعني نوع من الكونفليكت بين انه يختارون لقاح موديرنا لو لقاح فايزر. هذا مفروض القرار يحسم. واليوم ايضا سمعنا اللقاح الصيني اقرته الامارات سينوفاك، واعتقد ايضا ممكن انه التواصل مع هذه الشركات، فأيهما أقرب للإنتاج ممكن أنه نستفيد من إذا ما تهيئت الظروف وزارة الصحة. دكتور عبد الأمير، من حيث التكلفة المادية ومن حيث هذا التراجع الاقتصادي الذي خلفته كورونا على جميع الدول وبالتحديد العراق، أي اللقاحات أقرب وصولها إلى العراق؟ وأيضا والأهم من حيث القدرة التخزينية واللوجستية للعراق.
شكرا. طبعا هذا الموضوع مفروض يعتبر أولوية سواء من قبل وزارة الصحة أو الحكومة العراقية، لأنه هذا يتعلق بصحة المواطن، فهنا تعتبر يعني الأموال فشي ثانوي، فمفروض يعني تخصص الأموال لهذا الجانب، وأي شركة ممكن إنتاجها يكون أقرب إحنا نستورد من عندها ونهيئ الظروف لهذا الشيء. أما إذا تبقى في ظل هذا التنافس ونحن نتردد بعملية السعر وشلون نوفرها، فأعتقد راح نكون يعني متأخرين في توفيرها للمواطن. إذا سألتك عن الخطط لنقابة الأطباء، لأنكم أيضا المسؤولين عن الأطباء والممرضين ممن تعرضوا لفيروس كورونا وممن تريدون حمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، هل لديكم أي خطط أمامكم في حال وصول اللقاح على آلية التوزيع، ومن لهم الأولوية في منحهم هذا اللقاح؟ حقيقة الأولوية هي الكوادر الطبية العاملة في الخطوط الأولى، الكوادر الصحية بشكل عام، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، الأمراض المناعية، فهذه لهم الأولوية، وهذه حقيقة هي مسؤولية وزارة الصحة أنه إعداد قوائم بهاي الفئات المشمولة حتى تكون جاهزة عند وصول اللقاح. نعم دكتور أحمد، إذا ما سألتك عن المناعة التي سيمنحها هذا اللقاح للجسم، هل ستكون المناعة فورية للجسم أم هناك احتمال لانتقال العدوى حتى ما بعد اللقاح؟ لا، هو عادة اللقاح يوفر مناعة بعد الجرعة الثانية، مناعة كاملة. الجرعة الأولى توفر مناعة وقتية، المفروض المناعة الكاملة للقاح تتوفر بعد الجرعة الثانية، فايزر بعد 3 أسابيع، موديرنا بعد 4 أسابيع. هذه نقطة. النقطة الأهم هي أن فايزر بالتجارب السريرية يعني استخدمت حوالي 44 ألف شخص من القارات السبع بالعالم، موديرنا 30 ألف شخص فقط في أمريكا، وهذا هاي نقطة جدا مهمة بهذا الموضوع. هاي بالإضافة إلى أنه المناعة لا تتعدى 3 إلى 6 أشهر، يعني خلي يعني هذا الموضوع جدا مهم، أنه هذا لا يعني أنك إذا أخذت لقاح هو لقاح دائمي، هو لقاح يوفر لك المناعة من 3 إلى 6 أشهر. لذلك أنا مع كلام أستاذنا الدكتور عبد الأمير أنه يعني يجب علينا أن نوفر الحماية، أن نبقى تحت هاي الحماية، هاي الإجراءات اللي نحمي بها المواطن من الإصابة بكورونا. وخلينا أيضا نقطة أيضا جدا مهمة خليها ببالنا، أنه هذا يستدعي استنفار كافة الطاقات الموجودة لأجل إنجاح عملية التلقيح في العراق. ولذلك أعتقد الآن نحتاج نوفر شيء اسمها الهيئة الوطنية للأمراض المعدية، لأنه هذه الهيئة اللي ممكن كوادرها تكون من الوزارات المعنية، من الصحة، من البيئة، من التعليم العالي، وأيضا حتى من العلوم والتكنولوجيا، وأيضا الميزانية هي من ميزانيات هذه الوزارات، لأن لما يكون عندك هيئة متخصصة بهذا الموضوع ذاك الوقت لح يوفر وقت ومجهود وعمل كثير جدا. أيضا أكو نقطة جدا مهمة، تكلمت حول البنى التحتية، لكن هاي البنى التحتية لن تكون موقعة، بمعنى احنا مو نبني كرفانات فقط، لا، لان مساله التطعيم والتلقيح هي لن تكون لسنه واحده، هي ستستمر مده طويله، ولذلك المشروع يجب ان يكون استراتيجي بشكل يعطي رؤيه بعيده المدى، على الاقل المدى القريب اللي هو للخمس سنوات القادمه يعني. إذن كم النسبة التي يجب أن تعطى، نسبة عدد السكان سواء في العراق أو في العالم التي يجب أن تعطى لهم المطاعيم حتى نمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع؟ هو فكرة مناعة القطيع أتت من التطعيم، أنك لا تعطي اللقاح لكل الشعب، أنت تنطي 60% من الشعب، فال40% خلاص يعني لن يصاب، وهي هاي فكرة مناعة القطيع من خلال اللقاح. النقطة الأهم هي من هي الفئات المستهدفة، وهي نقطة جدا مهمة. احنا بالنسبة بالعراق يمكن شوية نفرق عن العالم بشكل، اوكي احنا ممكن الجيش الأبيض بالبداية والكبار السن، لكن أكو نقطة أيضا مهمة جدا نخليها ببالنا، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة، المنطقة الأكثر إصابة
يعني همين لازم هذه نحطها بعين الاعتبار، لأن المناطق الأكثر إصابة جغرافيا هاي إذا تم إحصائها وتم يعني اعتمادها يمكن نتوجه إليها أكثر من بقية، يعني نتوجه إليها بالبداية أكثر من بقية المناطق كونها ممكن أن تصاب مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا. هاي أنا أعتقدها مسألة مهمة جدا يجب أن نأخذها يعني بعين الاعتبار. نعم دكتور عبد الأمير، هل الكوادر الطبية في العراق جاهزة لاستقبال لقاح كورونا وتوزيعه؟ بالتأكيد إذا توفر اللقاح بالتأكيد راح تكون جاهزة التوزيع. وحضرتك تعرفين يعني مسألة اللقاحات هي مو مسألة جديدة، هناك كادر متخصص واللقاحات برنامج لقاحات ناجح في العراق خلال سنوات طويلة، فأكو يعني بالتأكيد أكو فد بنية تحتية جيدة لهذا في هذا المجال. لكن لقاح كورونا بالتأكيد يحتاج أشياء إضافية، أمور أخرى إضافية من ناحية التخزين والأشياء اللوجستية، وأتفق مع زميلي دكتور أحمد أنه هذا البرنامج لازم يكون على مدى بعيد، هو مو فتشي وقتي، ولذلك لازم تتهيئ التفكير بتهيئة بنية تحتية طويلة الأمد لهذا اللقاح. ونقطة مهمة أنه هذا الحقيقة اللقاح هو ما ينطي مناعة دائمية، ويعني لازم نبقى نعتمد على الإجراءات الوقائية. أصور راح يكون مثل لقاح الإنفلونزا الموجودة، وأيضا حقيقة هو نقطة أخرى أنه الفيروس ممكن يطور نفسه، دائما أكو طفرات وراثية بالفيروس، فهذا أيضا يخلينا نعتمد أساسا المفروض نعتمد على الإجراءات الوقائية وتوعية المجتمع والتركيز على هذه الإجراءات. هل نفهم من ذلك دكتور عبد الأمير أن سنويا يجب أن يأخذ الشخص المطعوم لحمايته من كورونا أم ماذا؟ والله مبدئيا قد يحتاج، يعني هو إذا انطى المناعة لمدة سنة أو أقل السنة اللقاح قد يحتاج نحتاج نأخذه أكثر من مرة، مثل ما نأخذ حاليا لقاح الإنفلونزا العادي في كل موسم ممكن نأخذ اللقاح. وتعرفين حضرتك اللي يروحون أيضا للحج يطعمون بلقاح الإنفلونزا، فهذا ممكن يكون بنفس المعيار. هل سيكون له أي أعراض جانبية اللقاح، أم أن من سيأخذ المطعوم لن يشعر به أو لن يشعر بأي أعراض؟ الحقيقة التجارب اللي أجرتها شركة فايزر وموديرنا كانت يعني نتائجها جيدة، وماكو يعني أضرار جانبية مهمة تذكر أنه نشرت. لكن بالنسبة لأسترازينيكا ظهرت هناك بعض المشاكل باللقاح ولذلك تأخر اللقاح، فأعتقد ما راح تكون هناك آثار جانبية مهمة. نعم دكتور أحمد، كأطباء ما التحديات والمشاكل التي يمكن أن تواجهونها من هذا اللقاح سواء عند وصوله إلى العراق أو إذا ما تأخر وصوله إلى العراق؟ يعني هو ممكن جانبين رئيسيين يعني واحد يفكر بيها. الجانب الأول الجانب الاستراتيجي، بمعنى أنه إحنا كأطباء علينا أن نفهم أن الموضوع موضوع استراتيجي وليس موضوع يوم ويومين، وبالتالي لما نضع الخطط نضع خطط استراتيجية، بنى تحتية، تدريب كوادر، توعية، لأن نحتاج أيضا برامج توعية. يمكن قناتكم الغراء تكون من أولى القنوات اللي توعي الناس بأهمية اللقاح وكيفية أخذه، وحتى بالنسبة للأعراض الجانبية البسيطة هي قد تكون يعني أغلبها تكون حرارة وقتية ويعني فشي بسيط جدا. هذا جانب، الجانب الاستراتيجي. الجانب الثاني هو الجانب التعبوي، بمعنى إحنا كنا نعرف الخسائر الاقتصادية اللي العالم خسرها نتيجة كورونا وحتى العراق نفسه، وبالتالي هذه الأمراض أو هذه الأمراض المعدية، هذه الفيروسات المعدية، خلينا نقف
نقف عندها، خلينا نضع لها حل دائمي، وهذا يحتاج تآزر مثل ما قلت، تآزر الوزارات المعنية بشكل بحيث الكادر الطبي مو فقط يكون هو الخط الأول وإنما يكون مسنود بخطوط أخرى. وخلينا لا ننسى مسألة المدارس ومسألة الجامعات ومسألة الأعداد الكثيفة اللي احنا موجودة عندنا في المدارس والجامعات، قد تكون هي أيضا منحة ومحنة، يعني محنة لأنه هذا التكاثر العددي ممكن يعني يؤدي إلى أنه الإصابة بكورونا تصير سهلة، لكن في نفس الوقت هي منحة لأنه ممكن جدا أنه بعد هذه الثلاث فئات الأربعة ممكن التوجه إلى طلاب المدارس وطلاب الجامعات بشكل لأنه يكون الحاضنة تكون سهلة أنه جمع هاي الأعداد وتلقيحها. لكن طبعا هذا كله يعني هذا كله بعد مسألة اتخاذ العراق للقرار بأي من اللقاحات اللي المفروض هو يعني يتوجه لها ويركز عليها، وبالتالي تبدي هاي المراحل المفروض مخطط لها من قبل وزارة الصحة ومن قبل وزارة التخطيط ومن قبل وزارة المعنية الأخرى أيضا. نعم دكتور عبد الأمير، هل هناك حاجة لفرض إجراءات صحية معينة خلال توزيع اللقاح وإعطاء اللقاح للفئات المعنية أولا؟ شكرا جزيلا. الإجراءات العادية هي حقيقة للإجراءات الوقائية المتبعة حاليا نفسها، ما يتعلق أنه إعطاء العلاج إعطاء اللقاح فما يحتاج يعني تحضيرات إضافية عدا أنه حصر المشمولين، حصر الفئات المشمولة، وحال حال أي لقاح ممكن أنه ينأخذ بالفترات الماضية مثل ما يعني جدول اللقاحات اللي عندنا حقيقة متوفر. بس تعرفين هذا اللقاح راح يكون عليه تركيز كبير لما للآثار اللي سببتها جائحة كورونا على المجتمع وكل الناس وكل شعوب العالم ودول العالم منتظر اللقاح، فبالتأكيد راح يكون تركيز وتنافس على اللقاح. هذا قد يولد الأهمية للقاح وأهمية التركيز عليه وعلى الإجراءات اللي المتخذة في هذا المجال. إلى أي حد تتفق دكتور عبد الأمير مع إعادة الحياة إلى طبيعتها حتى قبل وصول اللقاح إلى العراق؟ لأنك كما ذكرت أنه سيتأخر وربما كثيرا اعتمادا على الاتفاقيات أو التعاون ما بين وزارة الصحة والشركات العالمية. هل تتفق أو إلى أي حد تتفق مع عودة الحياة إلى طبيعتها ويعني مع أخذ الحيطة والحذر من المواطنين وإجراءات السلامة منهم؟ تعرفين حضرتك اليوم في دول العالم في أوروبا وفي أمريكا الموجة الثانية للإصابات بالفيروس، وهناك انتشار كبير للجائحة، أعداد الوفيات اليوم تجاوزت 1.5 مليون إنسان بالعالم، الإصابات تقاربت 70 مليون. فأعتقد الحياة أنه من الصعب ترجع إلى سابق عهدها مثل ما كانت قبل جائحة كورونا، وهذه الإجراءات الوقائية راح تنفرض علينا لفترات طويلة، قد تكون طويلة ما نعرف بالضبط إيش قد، بس حقيقة اكتشاف الفيروس ونزوله بالساحة للاستعمال هو ضوء في نهاية النفق للقضاء على الجائحة، بس بالتأكيد راح تأخذ وقت طويل. دكتور أحمد، يعني ما يقلق العالم أكثر سؤال أبرز، متى ستعود الحياة إلى طبيعتها ما قبل كورونا كما قبل كورونا؟ هو حقيقة يعني لذلك نشوف كنا تهافت حكومات العالم على اللقاح، لأنه الكل يريد يصل لنقطة أنه خلاص الحياة طبيعية ترجع. لذلك نشوف بريطانيا كانت من أوائل الدول لمسألة أخذ لقاح فايزر، وخلص إحنا نمشي بلقاح فايزر ونأخذ الجرعة الأولى ونأخذ الجرعة الثانية على الأقل للثلاثة أشهر أربعة أشهر القادمة أو ستة أشهر القادمة إحنا نكمل مسألة التطعيم لبريطانيا. بريطانيا كمثال
مثال بالمناسبة، يعني أمريكا تريد قدر الإمكان يكون بأسرع وقت ممكن. لذلك أنا أعتقد النقطة الفاصلة في العودة إلى الحياة الطبيعية هو نقطة 2021، هي أنا أعتقدها سيكون عام التطعيم أو عام التلقيح أو عام اللقاح، لقاح كورونا. لأن هذا العام إذا تم في العالم أن تكون هناك تلقيح يعني لأعداد معينة من شعوب العالم، أعتقد إذا وصلوا إلى مرحلة مناعة القطيع لكل بلد، أنا أعتقد بعد 2021 سترجع الحياة الطبيعية. لكن أيضا هذا خلينا أيضا يعني لا ننسى أن كورونا قد لا يكون فيروس جديد، لكن دراسته تحتاج لها وقت. فنحن الآن ما مكملين السنة الأولى، عادة الفيروسات ودراستها تحتاج على الأقل 5 سنوات حتى نعرف هذا الفيروس موسمي ولا كل سنتين يضرب، كل سنة يضرب، كل موسم يضرب. هذا يحتاج لدراسة وهذا يحتاج لوقت بالدراسة، وبالتالي التطعيم هي مرحلة. لذلك أنا أعتقد 2022 قد تكون بداية لانفتاح العالم نحو عودة على الأقل إلى أكثر من 70% من الحياة الطبيعية إن شاء الله. كل الشكر لتواجدك معنا أستاذ المناعة في كلية الطب الجامعة العراقية دكتور أحمد رشدي، وكل الشكر أيضا لنقيب الأطباء العراقيين دكتور عبد الأمير محسن. ومرة جديدة تعود ديالى إلى واجهة الأحداث الأمنية. جثث مجهولة في المقدادية وأطواق أمنية حول قضاء الخالص حولت المدينة إلى سجن كبير بسبب قطع الطرق والحواجز الأمنية، ويدعو السكان الأجهزة الأمنية إلى تفعيل الجهد الاستخباري بدلا من الاعتماد على الأساليب القديمة في ضبط الأمن والذي يدفع ثمنها المواطن العراقي. التفاصيل مع ناهض الزيدي. محافظة ديالى تغلي أمنيا، جثث مجهولة الهوية في قضاء المقدادية وهجمات مسلحة في قضاء خانقين. أما قضاء الخالص فيصفه السكان بأنه أشبه بسجن كبير يقبع فيه الآلاف بسبب الطوق الأمني وقطع الطرق. القلق والخوف يخيمان على سكان هذه الأقضية نتيجة الخروقات المتكررة. مواطنون طالبوا بفتح الطرق المغلقة وتفعيل الجهد الاستخباري لحفظ الأمن. الأجهزة الأمنية حقيقة هي المسؤولة وتقدر الموقف أنه ما تتكرر هيك أمور. لا والله احنا كلنا نكيف الخالص ينفتح السوق ماله وتصير تساهل أيضا في المداخل بالسيطرات حتى يجي الخطار والضيف يكون يعني دخوله مرتاح بدون تجريدات. المسألة تقع على عاتق القوات الأمنية، واجبها. أنا اليوم مواطن، واجب القوى الأمنية أن تحميني. من اللي يمسك الأمن بالقضاء هو مسؤول عني، وأني بدوري كمواطن أيضا أتساعد وياه وأساند القوى الأمنية من خلال مساعدتنا ومساندتنا لهم. ولكن يبقى الدور الأول والأساس هو للقوى الأمنية الماسكة القضاء. نواب عن المحافظة وشيوخ عشائر والجهات الأمنية اتفقوا على إيجاد بدائل من شأنها التخفيف عن كاهل السكان المحاصرين، أبرزها انتشار القوات الأمنية في الأسواق والطرق بعد فتحها أمامهم وعودة الحياة إلى طبيعتها. بكل كان الصوت واحد، هي من أجل إعادة الخالص إلى مكانتها السابقة وفتح أسواقها من أجل المرور. ما يصير اليوم الخالص باب الحارة موصدة بأبواب وتفتح صباحا وتقلق مساء. وشهدت محافظة ديالى خلال الأسبوع الأخير 5 خروقات أمنية نتج عنها استشهاد منتسب أمني ومدني وإصابة 6 آخرين. للشرقية نيوز ناهض الزيدي، محافظة ديالى. إذا لمناقشة هذا الموضوع سينضم إلينا النائب عن ديالى سيد رعد الدهلكي. أهلا بك معنا سيد رعد. إلى متى ستبقى ديالى تدفع ثمن وضريبة الخلافات والصراعات السياسية؟ تحية وتقدير لك سيدي الكريم وإلى مشاهدي هذا الممر الكريم. ديالى موقع جغرافي لها وهي خاصرة العراق، إضافة إلى تصارع الكتل السياسية حول إدارة هذه المحافظة.
المحافظة والوجود الخيارات الكبيرة بها البساتين، وكانت هي سلة العراق وليست فقط سلة بغداد. هذه كلها أدت إلى أن تكون هناك صراعات لها بداية وليس لها نهاية. لحد هذه اللحظة لا يوجد هناك هدوء سياسي في محافظة ديالى، فهذا عدم وجود هدوء سياسي أو تفاهمات سياسية تعطي إلى انعكاسات على أرض الواقع في محافظة ديالى يدفع ثمنها المواطن. لذلك ما يحصل في محافظة ديالى هو ليست دائما ما أذكره، هو ليست بالجديد لكن هو المتجدد. تحتاج محافظة ديالى إلى وقفة جادة من جميع الكتل السياسية، وأن تتسامى على صراعاتها، وأن تعطي حق محافظة ديالى التي لطالما دفعت ثمن باهظ لصراعات إن كانت في بغداد وإن كانت في هذه المحافظة. تذكر محافظة ديالى فقط في الانتخابات وتنسى وتهمل لمدة 4 سنوات، هذه في كل دورة انتخابية. لذلك وضعها الخدمي ضعيف جدا، إن لم يكن بانهيار، وكذلك الوضع الاجتماعي المجتمعي فيها يدق ناقوس الخطر، وهم يعيشون أجواء موتورة لعدم توفر الأمن أو خرق الأمن هنا وهناك في مرات متعاقبة. لكن ما حدث آخرا من خلال حالات الإجرامية والقتل التي وقعت في المقدادية سابقا على شيخ عشيرة وفي بعقوبة في منطقة العبارة على النساء الخمسة، وحالة الخطف يوم قبل يوم أمس إلى الشخص وقتله ورميه في الطرقات، وقتل ضابط متقاعد في باب داره وخصوصا في المقدادية، هذه تدل بأنه هناك حالات بدأت تتفاقم في محافظة ديالى. طالبنا سيد القائد العام للقوات المسلحة بأن يتدخل بشكل واضح وأن يعمل على دعم القوات الأمنية لكي لا تتحول إلى ظاهرة، وخصوصا ونحن مقبلين على الانتخابات والجميع يعلم أن هذه المحافظة دائما ما تصيبها نكبة أمنية ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات. السياسي يحصد المناصب والمواطن تحصد أرواح أولاده وأبنائه. لذلك يعني هل الأجهزة الأمنية في ديالى تتأثر؟ هل الأجهزة الأمنية في ديالى هي تتأثر هي الأخرى أيضا بالصراعات السياسية؟ يعني شوف سيدتي الكريمة، للأمانة حتى أتكلم بشكل واضح بأن هناك أمن في محافظة ديالى. هسه صحيح لا توجد خدمات بسبب عدم وجود توافق سياسي في محافظة ديالى من جهة، ومن جهة عدم إطلاق أموال لهذه المحافظة التي دائما ما تهدر أموالها أو تؤخر أموالها أو تمنع أموالها من أن تذهب إلى محافظة ديالى، ودائما بغداد تقتص من محافظة ديالى ولا نعرف الأسباب. لكن بنفس الوقت هناك أمان في محافظة ديالى، وبنفس الوقت أيضا القوات الأمنية موجودة في مناطق لفترات طويلة. اليوم أصابها التكبيل بعدم إلقاء القبض على الخارجين عن القانون. يعني يوم أمس كانت الحالة خطف مواطن في المقدادية وقتله ورمي جثته في الطرقات ليست ببعيد على القوات الأمنية وبالسيارة رباعية الدفع، ما معناته هناك جهات متنفذة تستطيع أن تصل يديها إلى هذه العوائل. أيضا هناك تخوف كبير بأن تكون الجهات السياسية تعمل أما على تغيير ديموغرافي لهذه الدائرة الانتخابية على حسب هذه الدائرة الانتخابية لكي تقوم بحصد مقاعد، أو تعمل على تخويف وتدجين المجتمع لكي يقوم بانتخابها. والسلاح اليوم واضح جدا، الميليشيات والجهات الجرامية والخارجة عن القانون واضحة جدا بعملها في محافظة ديالى. عندما تنتهي الانتخابات تتحول إلى التهريب، وعندما تتقرب الانتخابات تقلل من التهريب وتعمل على إخافة المجتمع والعمل على تدجينه لحصد مناصب. لذلك على القائد العام للقوات المسلحة أن لا يذهب للانتخابات فقط لأجل قانون الانتخابات أو إكمال قانون الانتخابات واللوجستيات المفوضية. الأهم من هذا الموضوع هو توفير المناخ المناسب للانتخابات وأن يحصر السلاح بيد الدولة. هناك ناقوس خطر يدق في محافظة ديالى، ودائما ما انعكاسات محافظة ديالى تنعكس على بغداد. طالبنا سيد القائد العام بأن يكون هناك دعم للقوات الأمنية، بأن يكون هناك إسناد للقوات الأمنية، بأن يكون هناك سيطرة أمنية أو مراقبة أو متابعة من قبل سيد القائد العام للقوات المسلحة للإجراءات الأمنية
ضد المهربين وضد الميليشيات وضد الخارجين عن القانون الذين لا يحاسبون من القانون بل هم أعلى من القانون في بعض المواقف وفي بعض الحالات في محافظة ديالى. وسط ما تتحدث به سيد رعد وما يجري في ديالى اليوم، كيف تهدر أموال ديالى؟ وهل تشير لربما في كلامك وسط هذه الصراعات السياسية وتأثيرها على الأمن وسلامة المواطن، هل تشير إلى قضايا فساد في مشاريع ديالى؟ يعني لا تخلى محافظة ديالى من الفساد، لا بل يشار إلى هناك فساد كبير، وبنفس الوقت هناك ملفات أحيلت للنزاهة وهي تتابع من قبل النزاهة، وبنفس الوقت هناك ملفات غير مكشوفة أو لا يسمح بكشفها بشكل واضح، لا يسمح لأحد بتدقيقها ولا يسمح لأحد بإيقافها مثل التهريب. أنا أكد لك أن محافظة ديالى ما ممكن أن يتوقف التهريب في محافظة ديالى، لأن بعض الجهات السياسية تراها أنها الطريق الوحيد أو الخاص لها لتمويل وضعها الاقتصادي، هذا بشكل واضح أتكلم ليش. أما بالنسبة للأسباب الأخرى أيضا الانهيار الخدمات هو بسبب عدم رفد محافظة ديالى بالأموال، صح أعطيت أموال وأصابها ما أصابها من فساد، وتابعنا هذه الملفات وهي اليوم أمام النزاهة والجهات الرقابية وقدمت بشكل واضح من بعض النواب أو أكثر النواب في محافظة ديالى، لكن أيضا هناك تقصير في بغداد بحق التهريب من أين وإلى أين سيد رعد؟ التهريب من أين إلى أين وما هي المواد التي يتم تهريبها؟ يعني اليوم سيدتي الكريمة موقع محافظة ديالى خاصة العراق اللي من الشرق تحدها إيران ومن الشمال تحدها الإقليم ومن الشمال الجنوب الغربي بغداد والمحافظات الأخرى، هذا الموقع الاستراتيجي يؤدي التهريب من وإلى، ليست فقط من وإلى، يعني التهريب مع إيران بشكل كبير ومفتوح وما حد يقدر يحاسبه، وإذا ما حسب على استحياء. يعني لا أما ما هي المواد التي تهرب، أي مواد ممنوعة للدخول للعراق هي تهرب من خلال طرقات محافظة ديالى، ويعني وهذه جهات تسير أمامها سيارات رباعية الدفع وخلفها سيارات رباعية الدفع ويدخل التهريب ولا يستطيع هناك من يحاسبه، هذه تقاطعات سياسية. لذلك أنا أتكلم بأنه يكفي إهمال هذه المحافظة، هذه المحافظة كانت تعيش بأمن وأمان واستقرار وأهلها متعايشين وراهنوا الكثير على عدم العيش السلمي لهذه المحافظة، وراهنوا بأن تكون هناك طائفية ودماء طائفية في هذه المحافظة، لكن أهالي هذه المحافظة وخيرين هذه المحافظة ووجهاء هذه المحافظة والشرفاء من هذه المحافظة قد كسروا هذا الرهان ومنعوا بأن تكون هناك تخندقات ما بين مجتمع ديالى والمجتمع ديالى عايش بكل طوافة وقومياتها. لكن لحد هذه اللحظة الجهات السياسية أو الجهات التخريبية أو الجهات الميليشياوية أو الجهات التي تحمل أجندات خارجية لحد هذه اللحظة تراهن على محافظة ديالى، لأنها استقرارها بمعناته استقرار العراق عموما. نعم. واستقرار بغداد. ولكن سيد رعد يعني ما تتحدث به سيد رعد هو يثير القلق والريبة إلى ما وصلت إليه ديالى، لهذا الحد وصل الانفلات في ديالى إلى أن تتحدث عن سيارات رباعية الدفع سوداء لا يمكن لأحد أن يوقفها كأنك في فيلم سينمائي، ما الذي يحصل؟ ويعني وضح لنا إلى أي حد هؤلاء المهربين أو المهربين هم محصنون صنونا سياسيا. إلى أبعد الحدود، وأنا أتكلم بشكل واضح، وأنا كنت في اجتماع أمني في ديالى وكان هذا الطرح موجود على طاولة النقاش بأن هناك جهات يجب التكلم مع الجهات السياسية، وللأمانة وللتاريخ بأنه كان السيد المحافظ يشير بأنه يرفض هذه الإجراءات ويجب إيقافها ويجب محاسبتها، لكن من يحاسبها؟ يا سيطرة تحاسبها؟ هسه الكلام كان في الجلسة أمامنا أن ننقل هذا الكلام، من يحاسبها؟ شلون تحاسب؟ لا واللي يحاسبها ينقل، وأنا أعلم بأن هناك ضابط في جهاز أمني كبير عمل على إيقاف التهريب وجاء أو القى القبض على بعض المهربين، يعني 2 أو 3 بالضبط، يعني فجاء الكتاب النقل مالته أو تجميده وراء 24 ساعة،
لذلك تمر التهريب يمر ليس بسيطرة واحدة بل بسيطرات متعددة ويصل إلى بغداد ويمكن يطلع إلى البصرة، لكن لا يوجد هناك من يمنع هذا التهريب، ليست بسبب القوات الأمنية لكن بسبب سلطة الأحزاب على القوات الأمنية. ودائما ما يعاقبون القوات الأمنية إذا ما تدخلوا في هذا الشأن، وقوة الأحزاب بدعمها لهذه الجهات التي تعمل على التهريب. يعني تقولي لي شنو التهريب، أنا أقول شنو الوضع في محافظة ديالى، وصل المخدرات إلى المدارس، إلى مدارس الطلاب، وهذا تكلمنا به عن سيد القائد العام للقوات المسلحة بشكل واضح مع سيد الكاظمي، تكلمنا بأنه هناك بدأت المخدرات تتفشى في مدارس ليست فقط الأولاد لا بل حتى في مدارس البنات، وهذا كان واضح بالاجتماع اللي التقينا به نواب ديالى مع السيد الكاظمي قبل أشهر، ومن خلال هذا الاجتماع قرر بأنه يذهب إلى المنافذ الحدودية ويمسكها، وبدأ بالمنافذ الحدودية في محافظة ديالى. لكن تقولي لحد هذه اللحظة هل هو قبضة الحكومة على المنافذ الحدودية بشكل كبير؟ لا، أنا أؤكدش بأنه قبضة الحكومة على المنافذ الحدودية بمساحة معينة، وقبضة المهربين بمساحة معينة، بل ممكن أن تكون قبضة المهربين أكبر من قبضة الحكومة في محافظة ديالى. أشرت إلى موضوع مهم وهو تغيير ديموغرافي التي تسعى إليه بعض الأحزاب، هل هذه هي استغلال ديالى انتخابيا وقبل إجراء هذه الانتخابات أم ماذا؟ نعم سيدتي الكريمة، يعني هو تغيير ديموغرافي هو ثابت في محافظة ديالى منذ 2003 لحد الآن، هو هناك عمل على تغيير ديموغرافي المحافظة، لذلك شاهدنا بأنه كثير من المحافظة أو أغلب المحافظات التي حررت عاد مواطنيها إلى ديارهم سالمين آمنين، ولدينا البعض المخيمات لحد هذه اللحظة ما عدا جرف الصخر، هذه المنطقة الممنوع العودة لها أو المنطقة الخضراء للدولة العميقة التي لا يسمح لا للحكومة ولا رعد الدهلقي ولا الوزراء أن يدخلوا هذه المنطقة، هذه لم يعد بها أي شخص، لكن في بعض المحافظات الأخرى عودة النازحين تشار وتشار لها في البنان، خليني أتكلم بشكل واضح، أما في محافظة ديالى يعود النازح لكن لا يعود إلى منطقته، يعود إلى منطقة أخرى إذا ما منع من العودة أصلا. ليش محافظة ديالى يمنعون؟ لأن هناك تغيير ديموغرافي وهناك إصرار للجهات التي تعمل على تغيير ديموغرافي للمناطق. أما الآن ما يحدث وهو جديد هو تغيير ديموغرافي انتخابي، ما معناته اليوم مش من 4 دوائر انتخابية في المقدادية، يجب أن تكون هناك ضغط على المواطنين لكي يكون جهة معينة أو حزب معين هو من يسيطر على الدائرة الانتخابية هذه ويحصل أكثر الأصوات، كذلك هناك من يعمل في بعقوبة على أنه السيطرة، لكن انعكست، ليست التنافس ليس سياسي لكن بدأ التنافس، أو هذا تخمين وليست ثوابت وحقائق، يعني ما ملتمس شيء بيدي، لكن التخمين بأنه هناك من يعمل على تدجين المجتمع، أما أن يرحل من هذه الدائرة وتفرغ هذه الدائرة لجهة معينة أو يدجن هذا المجتمع ويجب أن لا ينتخب إلا هذه الجهة أو تلك الجهة التي لديها أجنحة مسلحة، هذه علامة استفهام كبيرة، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار السيد القائد العام للقوات المسلحة هذا الأمر، وأن يخطي خطوات لضرب رأس الأفعى قبل أن تستفحل وأن تكون الحالات الموجودة في محافظة ديالى تكون ظاهرة ما قبل الانتخابات. وأنا تكلمت في بداية اللقاء بأنه في نهاية الانتخابات يحصد السياسي المناصب ويحصد المواطن ويحصد أرواح المواطن بسبب الانتخابات، هذه مهمة يجب الوقوف عليها، ويجب وضع آلية جديدة بدراسة ما الوقائع التي وقعت في محافظة ديالى في الانتخابات السابقة واللي قبلها واللي قبلها، وأن تكون هناك حلول حقيقية جذرية لحماية أرواح المواطنين لكي تكون انتخابات نزيهة وشفافة، وخصوصا ونحن نعلم أنه تشرين جاءت بسبب مؤشرات الفساد في انتخابات 2018، ويعملون على أن تكون هناك انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة، وللمواطن حق بأن يدي صوته ويختار من يراه مناسب، وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فالنتائج ستكون أسوأ من 2018. نعم، وسط هذه الأوضاع التي تتحدث بها في ديالى وخلال لقائكم مع رئيس الوزراء، هل هناك إجراءات اتخذتها الحكومة من أجل إنهاء هذا الواقع الذي تشهده ديالى؟ يعني سيدتي حتى أنا أكون
صادق معاش ومع الجمهور ومنصف أيضا. للأمان أنه سيد الكاظمي بدأ خطوات ما بعد هذا اللقاء جدية وإيجابية في تبديل بعض القادة الأمنيين بدعم القادة الأمنيين لكن بشكل محدود على مسك المنافذ الحدودية، ونحن نعلم جميعا بأنه بداية مسك المنافذ الحدودية بدأت من محافظة ديالى، وهذا كان بسبب المؤشر الذي أشر في الاجتماع. أيضا هناك متابعة من مجلس من مكتب سيد رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي إلى الطلبات التي قدمت قبل النواب من خدمات وإلى أموال لم تصرف من بغداد على هذه المحافظة. أيضا متابعة السيد رئيس الوزراء إلى الملفات الفساد التي عرضت أمامه والتي أشير لها والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة بها. لكن تقولي لي إلى هل أعطيت هذه الإجراءات حق واستحقاق ما يحدث في محافظة ديالى؟ خلجي على وصف آخر، هل هي الإجراءات كانت بمقدار الفساد ومقدار الخراب بمحافظة ديالى؟ لا، أنا أعتقد لحد هذه اللحظة لم تصل الحكومة إلى مقدار الفساد بفزعتها وفي عملها وفي توجهاتها وفي إجراءاتها، لم تصل إلى مقدار الفساد والخراب الذي وقع في محافظة ديالى، وكذلك لم تصل إلى حلول حقيقية للصراعات السياسية الكبرى في محافظة ديالى. لذلك علينا أن ننظر إلى محافظة ديالى بأنها بوابة الخير للعراق ويتنافس عليها الأشرار لكي تكون بوابة الشر لا سامح الله إذا ما انهار الأمن بها. لذلك علينا إيجاد نحن نعتذر عن ضيق الوقت وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الفاسدين الصعود الانتخابات. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا نائب عن ديالى سيد رعد أدهلكي، وأيضا بهذا نأتي لنهاية منشط أحمل هذا اليوم. دمتم بأمان الله.